هل يمكن مساواة ضباط الشرطة بالأطباء لناحية شروط الاستقالة؟ هذا ما يطالب به أحد النواب في محاولة لمنع استقالات الأطباء الشباب التي تؤدي لعجز في المنظومة الصحية. النائب عاطف مغاوري يدافع عن مقترحه بعدم قبول الاستقالة إلا بعد قضاء 10 سنوات في مستشفيات الدولة أو دفع 3 أضعاف تكاليف الدراسة الجامعية. ضابط الشرطة لما بيستقيل بحثاً عن تحقيق مصلحة ومنفعة أعلى من وجوده كضابط شرطة، فهو يستقيل. أيضاً الطبيب هيستقيل لأنه يرى في نفسه سواء هيعمل مستشفيات خاصة أو هيعمل لدى الخارج، فهو بيقرر الاستقالة. إذن بحثاً عن ميزة، أمام هذه الميزة أنا أنفقت عليك. على الجانب الآخر، ترى نقابة الأطباء أن الإنفاق على طالب الكليات العسكرية من إقامة وإعاشة وتعليم يختلف تماماً عن الإنفاق على طلاب كليات الطب، إضافة إلى عدم وجود مساواة في الرواتب والمزايا الوظيفية بين الفريقين بعد التخرج. كلنا عايزين نعيش في البلد دي. طب ما أنت دور سيد البرلماني على أسباب اللي خلت الراجل ده يستقيل، اللي خلت الراجل ده يقدم على هجرة ويسافر للهجرة، وإلا إحنا ممكن بعد فترة هيحصل تصحر طبي. الأمر لم يكن غائبا عن أطباء المستقبل الذين وجدناهم متابعين لهذا الخبر وتباينت نحوه ردود فعلهم، وإن كانت الغالبية منهم تعارضه لأنهم بالفعل يفكرون في السفر. أنا شايفة ناس معايا في الجامعة من سنة أولى بيفكروا في عمل معادلة والسفر برا. طب ليه؟ يعني طبعا هي فكرة حلوة لأن احنا عندنا عجز كبير قوي، يعني احنا محتاجين فعلا أطباء، احنا كل الكوادر الطبية الكويسة بتطلع برا. مش شايف إن حاجة زي دي منطقية، يعني هو مش جيش، وغير كده انت بمجرد ما بتتخرج او مش بتتخرج، بعد ما تخلص سنه 5 أو 6 انت بتشتغل في الامتياز. احنا عندنا نظام 2 سنين امتياز، فانت كده هتخدم البلد. ففكره 10 سنين دي شايفها ان ممكن تكون تقييده، ممكن اوافق لو المده تبقى اقل. هذا الاقتراح اللي انا يعني طرحته ومتبنيه لن يناقش ولن يستكمل الا في ظل منظومه منها فكره قانون المسؤوليه الطبيه، ومنها ايضا كادر الطب والمرتبات. طلاب الطب يعلمون يقيناً بالظروف العمل الحكومي قبل دخول الكلية، وهو ما يستند إليه النائب في مقترحه، ولكن في الوقت نفسه يرى آخرون أنه يحق لهم البحث عن الحياة الكريمة التي تعبوا دراسياً من أجلها. تامر نصرة، العربية، القاهرة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.